اهلا بيكو. النهارده الفيديو مختلف جدا جدا، عمري ما عملت الفيديو ده. بس انا فتره كنت عملت على الستوري بتاعه الانستغرام ask me personal questions، وعدتكم ان انا اعمل لايف الاسئله اللي قررت كتير ان انا اجاوبكم على البيرسونال questions اللي اتسالت لي. فانا كتبتهم اوريدي في دفتر عندي، وقعدت يعني عملت زي سبلات للبيرسونال questions عشان اقعد اجاوبكم عنها. طبعا بشكركم لكل الكلام الحلو قوي قوي اللي اتقالي، انا اتكسفت اصلا من كتر الكلام الحلو كتير قوي قوي قوي، يعني ثانك يو، وبحبكم جدا جدا، وشكرا على طاقه الحب اللي تهالي في الستوري دي، يعني حسستوني بقد ايه يعني ان انا يعني اعني لكم الكثير. طيب اكتر سؤال سالته كان غريب جدا، يعني انت برج ايه؟ انا دايما بقول في الفيديوز ان انا برج العذراء، انا عيد ميلادي 3/9، مش هقول سنه كام عشان عندي كام سنه، دي سالتها كتير، بس اكيد انا اوفر 30 يعني باين اصلا اوريدي. طيب تاني سؤال، اكتر اكله بحبها؟ السؤال ده صعب جدا. اكتر اكله بحبها، انا بحب الاكل جدا، يعني انا شخص باين اصلا على حدودي ان انا بحب الاكل، بس مثلا بحب الحاجات، بحب الكفته المشويه، بحب الحاجات المشويه كتير، بحب السي فود كله، السمك كله، بحب السوشي قوي قوي، بحب ايه تاني، بحب الحمام، بحب البط، بس البط باكل صدر بس. لا بص، ممكن اقعد محشي ورق العنب، محشي كرنب، انا ممكن اقعد اتكلم على الاكل ده كتير قوي قوي. طيب ايه اكتر صفات انت لا يمكن، او ايه اخطر ايه، معلش خطي مش عارفه اقراه، اكتر اخطاء يعني مش ما بحبهاش او ما اقدرش اغفر فيها؟ الخيانه، انا ما بحبش حد يخوني، بكره الخيانه، وبكره يعني الكذب، يعني ما بحبش الناس الكذابه، وما بحبش الناس المتكبره المغروره، انا يعني بكره الغرور جدا. طيب عمر عنده كام سنه؟ عمر عنده، عمر عيد ميلاده في شهر جانيوري على فكرة، عمر برج الدلو هيكمل 7 سنين يوم 25/1. انتي ساكنة فين؟ انا ساكنة في التجمع الخامس يا جماعة، في القاهرة الجديدة، في القاهرة يعني. انتي خريجة ايه؟ ده سؤال صعب قوي فلازم يحتاج شرح. يعني انا اوريجينالي خريجة تجارة انجلش جامعة المنصورة، انا جامعة المنصورة لان انا اوريجينالي المنصورة، بس انا درست حاجات كتيرة قوي، يعني درست بقى حاجات علم الطاقة اللي هو الانرجي، دي حاجه درستها، ودرست الاسترولوجي برضو، دي حاجه برضو من حاجات، غير ان انا عملت ماسترز في الفاينانس والماركتنج، لان انا يعني انا اوريدي بحب الماركتنج سيكتور قوي قوي. طيب هو في سؤال سأل كتير جدا بس انا مش هجاوب عليه لان هو اتس تو بيرسونال. طيب اكتر برج قريب مني دلوقتي تور وحمل، يعني اكتر ابراج القريب، بس تور، لا تور نمبر 1 عندي. ده كتير قوي قوي. طيب اكتر حاجه بتضايقني في اصدقائي، يعني حاجه لو موجوده في اصدقائي ما بحبهاش، ما بحبش الناس اللي بتقعد تنقل الكلام، او الناس اللي بتكبر المواضيع، انا بكره الناس الدراماتيك الاوفر دراما، يعني ما بحبش انا صحابي يبقوا اوفر دراماتيك او يكونوا حساسين قوي، واخد بالي بقى حنت في كلامي عشان ما يزعلوش، دي من الحاجات اللي انا يعني بتضايقني جدا. عجبني السؤال ده قوي، ايه اكتر 3 حاجات بحبهم في نفسي؟ انا اصلا كل مميزه، يعني مش قادره اتكلم عن نفسي كتير، بس انا يعني بحس انها طيبه، مش عارف احيانا بشك كده ان انا ذكيه برضو، اعتقد في جزء من الذكاء، ودمي خفيف، روحي حلوه. كل مميزات، مش عارفه اقول ايه ولا ايه. طيب اكتر 3 اصدقاء قريبين مني، اسماء صاحبتي، اسماء عمروسي، مها صاحبتي، علا صاحبتي، علا، وفي سالي برضو she's too close ليا، يعني علا صاحبتي. ابراجهم حمل، عقرب، جوزاء، عقرب، انا عندي 2 عقرب. او ماي جاد، وضحنا العقرب قريب مني، ما هو عقرب بيتفق مع عذراء فده كويس يعني. طيب كان نفسك تشتغلي ايه؟ كان نفسي اشتغل شغلانه فيها سفر، انا يا جماعه من عشاق السفر، انا يمكن ما سافرتش في حياتي كتير بس انا بحب السفر قوي، يعني كان نفسي شغلانه كده كل شويه اسافر واكتشف اكتشف الكالتشرز بتاعت الدول، واروح دول كتير جدا، بس انا عشت حياتي، يعني انا يمكن وانا صغيره كنت بسافر اكتر من دلوقتي عشان كنت عايشه في الامارات، يعني عشت تقريبا 20 سنه من حياتي في الامارات، فكنت بسافر بقى ايه 3 مرات في السنه او 4 مرات، يعني مره في الصيف ومره في الشتاء في اجازه نص السنه مرتين، يعني رايح جاي يعني.
بين مصر والامارات، فيمكن كنت بسافر كتير، ركبت طيارات كتير قوي، بس كان ده اونلي وان واي يعني، ابو ظبي القاهره. انت حد بيقولي عشان كده بتلبسي الحجاب كده، انا اتعودت بقى على ما فيش دبابيس يعني، في مصر بيحطوا دبابيس بقى وكده، انا مش عارفه اتعودت يبقى لوز كده. طيب الاسئله كتير قوي، ماشي. لو انا ايه، لو ما كنتش بشتغل، موضوع ان انا اشتغل ايه يعني، مش عارفه، بس قلت شغلانه ليها علاقه بالسفر يعني، عايز اسافر في الشهر مرتين ودول مختلفه اعتقد يعني. طيب ايه اكتر 3 صفات بتكرهيهم في الراجل؟ البخل، انا بكره راجل بخيل قوي، بخيل بقى في مشاعره، بخيل في فلوس، احس كده ان هو مش بيتحمل مسؤوليه برضو يعني. وبكره كمان الراجل مش حنين، انا ما بحبش الراجل مش حنين خالص، والراجل شخصيته ضعيفه يعني، ما يشدنيش الراجل، حسش ان هو لا يعتمد عليه، شخصيته مش قويه برضو، واكيد الراجل الكذاب والخاين والحاجات دي، بس دولت يعني هما الثلاثه اللي قلتهم دولت اهم حاجه يعني. هل انتي بتسامحي بسهوله؟ انا خراشي يا ممكن اقعد احكي لك، انا طيبه فبسامح بسهوله، بس بسامح يعني، يعني ممكن اسامح كذا مره، بس في بقى مره بتبقى فاصله دي اللي هو خلاص بقى الشخص ده بيبقى ساقط من نظري ان هو ان انا اسامحه. ايه، معلش يا جماعه انا مش عارفه اقرا خطي، وده عادي جدا. ايه، ما علينا، مش مهم السؤال ده، بلاها السؤال ده. طيب ستيك ولا سوشي؟ حلو السؤال ده، سوشي طبعا. في حد سألني، لا ثواني اسال هنا، لما بغلط بعتذر طبعا، انا شخص عندي لسه عامله فيديو عن ثقافه الاعتذار اصلا، اتفرجوا عليه. انا لما بغلط بعتذر، وبحب الشخص يعترف بغلطه، وانا لما بغلط بقول انا غلطت وبعتذر. اكتر الالوان اللي بحبها، انا ترابيه يعني، انا برج عذراء، فانا بحب الالوان انتوا حتى لو خدتوا بالكم من لبسي، الالوان الهاديه يعني، بحب النبيتي اللي انا لابساه ده قوي بحبه، بحب الابيض، بحب الاسود، بحب الالوان الصريحه كده، الاسود، بحب الفوش او البنفسجي الغامق برضو بحبه، الاخضر الغامق ده اللي هو الغامق قوي ده بحبه، الدارك جرين ده بحبه، بحب الالوان كده، بس مش بحب الالوان الفاقعه يعني، مش بحب الالوان الفاقعه خالص يعني. ماشي، ابراج عيلتي اوكي، بابايا عقرب، مامتي حوت، احنا مائيين كتير قوي قوي، اختي الاصغر مني على طول عذراء، عندنا 3 عذراء في البيت. اخويا جدي ترابي برضو يعني، ترابي عذراء وجدي، واختي الصغيره خالص دلو، وولادي دلو عمر وراند بنتي عذراء اوكي. انتي كنتي عايشه فين غير مصر؟ لا انا اصلا اوريجينالي من منصوره، منصوره دي تاون صغيره ريفيه يعني، انا فلاحه يا جماعه، اني فلاحه. بعد كده امارات عشت فيها كتير جدا، بعد كده نزلت الجامعه في مصر، اتخرجت ورجعت تاني امارات ومصر يعني، ما عشتش في حاجه تانية اصلا يعني تقريبا. ايه الدول اللي انتي سافرتيها غير مصر؟ اوكي، سافرت قطر، امارات، سعوديه، اعتقد كويت برضو، جريس اللي هو اليونان، وايطاليا، بس دي دول انا سافرتها. نفسك تسافري دول ايه؟ بقى ممكن اقول حاجات، نفسي اسافر سويسرا، نفسي اسافر امريكا، نفسي اسافر لندن، نفسي اسافر سبين، في حته اسمها كاتالونيا نفسي اروحها، وبرشلونه برضو نفسي اسافر. فين تاني؟ حاجات كتير قوي يعني، سفر حاجات كتير جدا يعني، ما بزهقش من السفر ده. طيب ايه السؤال ده؟ اكتر حاجة مش بتحبيها في نفسك، صفات مش بحبها في نفسي، او عندي صفات كتير مش زي على قد ما انا مغرورة وقلت 20 صفة بحبها في نفسي، عندي غلط العذراء، انا hardly to be satisfied، على طول demanding يعني، عايزة اكتر، او مثلا عصبية شوية، سريعة الرياكشن، يعني مش عارفة ما بانش ان انا عصبية، بس انا عصبية. انا طيبة بالزيادة يعني، احيانا بحس عايزة بكون شريرة كده يعني، طيبة قوي، فطيبة دي على فكرة عيب برضو، ان انت تحس ان انت احيانا بتضيع حقك مثلا. وغير كده ان انا كسولة، خرابي انا كسولة قوي يا جماعة، كسولة قوي قوي قوي، لدرجة ان انا بكسل اعمل مونتاج يعني، كل الناس يقولي اعملي مونتاج
صغري الفيديو بكلم كتير برضو يا خراب، فيديوهاتي طويلة طويلة طويلة. هل انتي سهل استفزازك جدا؟ ده عيب اصلا. شوف عمالها اقول كل اسراري وده غلط. طيب بتهيألي كده كفاية بقى. طيب قوللنا اكتر حاجة بتحبيها في مصر. اوه لا بحب مصر، انا بقى addicted to Egypt. بحب في مصر اهلها الطيبين، بحب في مصر اصالتها، بحب في مصر جدعانة اهلها كمان، بحب في مصر بالبساطة بتاعتنا، احنا ناس بسيطة على فكرة. يعني ان احنا شعب طيب جدع قوي. انا بحب مصر على فكرة وبعتز بمصريتي. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر كمان. لو تحبي تعيشي في بلد تانية تبقى ايه؟ لا ازور بلد تانية، اعيش في بلد تانية غير مصر لا. انا جات لي حتى opportunity الشغل برا مصر لا. ايه الشغلانة اللي هي اشتغلتيها ونديبتي سبتيها؟ ان انا اشتغلت مذيعة، انا اشتغلت مذيعة 4 سنين قبل كده وسبتها وزعلت طبعا. انا بحب الكاميرا قوي قوي، بحب اقعد الكلام قدام الكاميرا، او انا addicted to يعني تصوير وكاميرز ومش عارفة ايه وكده. هل انتي شخص رومانسي؟ يعني مش قوي، مش عارفة، بس السؤال ده مش مفروض يسألني، بس اعتقد لا انا شخص عقلاني رومانسي يعني احيان. مش عارفة، السؤال صعب قوي. ما اعتقد انا عذراء، ف هاف هاف يعني نص نص، مش رومانسية قوي يعني، مش رومانسية زي الحوت طبعا. اكتر برج بحبه حمل، حمل وطور كمان يعني، بس حمل اكتر. هل انتي بتقبلي ان انتي تسامحي حد لو خانك؟ لا خالص خالص خالص، no way. ايه اكتر حاجه حبيتيها في حياه اليوتيوب والشهره؟ انا مش بعتبر نفسي مشهوره، بس انا بحب في اليوتيوب ان انا او مش يوتيوب بقى كسوشيال ميديا، ان انا اي كان انفلوينس او اي كان افكت، او ان انا ممكن اوصل رايي، او ان انا بغير حياه الناس للافضل. انا one of my dreams يعني ان انا اكون عندي اكون public speaker يعني. انا بحب الخير وبحب ان اعمل خير وبحب it was like كان نفسي في حاجتين بصراحه، ونفسي ان انا اجيلي opportunity ان اعملهم، نعمل بروجرام مساعدات انسانيه. كان في برنامج بيجي في رمضان، البرنامج ده كان بالنسبه لي رول موديل كده، اللي هو اسمه قلب اطمئن او اطمئن قلبي. كان برنامج اماراتي على فكره. انا نفسي اعمل بروجرام تو بي ماي شو كده، واساعد الناس وادي حاجات يعني. انا احب البوزيتيف انرجي، وان انا اكون بابليك سبيكر واعمل يعني اعمل سيشنز واسافر بقى واعمل بابليك سبيكينج في دول كتيره. نفسي نتكلم عن لو اوف اتراكشن، نتكلم عن السلف ديفلوبمنت، دي حاجه انا نفسي فيها قوي كمان. ايه الحاجه اللي انت لسه ما حققتيهاش؟ حاجات كتير قوي قوي عشان انا طموحه. ايه نفسك لو كان عندك ولاد تانيين كنت تحبي تسميهم ايه؟ كان نفسي اسمي لو بنت، مش عارف ايه السؤال الصعب ده، استخدام والله ما فكرتش فيه قبل كده. ولد بحب اسم مش عارف، اسم صعب قوي. ما اعرفش لو عندي ولاد تانيين، ما فكرتش في الموضوع بصراحه. بنت بحب اسم ايه؟ بنات مش عارف، سؤال صعب، مش مشكله. طيب ايه تاني؟ بتحب تربية الحيوانات؟ لا حيوانات لا. يا جماعة احنا كان عندنا في كلب كده جبناه المرحلة، كان اسمه كلوي، كان بيجري وراه في الشقة. عارفين انا كنت بطلع فوق الحيط يعني. لا انا علاقتي بالحيوانات ولا قطط وكلاب، انا بخاف منهم جدا. حيوانات لا، ده انا حتى كتكوت مرة عمر ابني كان جايب كتكوت، اقسم بالله كتكوت طلع يجري في الشقة، انا بجري وكتكوت قد كده هو حياة ربنا عمال يجري ورايا. لا حيوانات لا، ده حتى ممكن عصفورة ما خافش منها مثلا. حيوانات لا، انا علاقتي بالحيوانات علاقه مش باذيهم ولا اذوني يعني، هو انت من بعيد لبعيد، علاقه سطحيه جدا يا جماعه. طيب مش نفسك تخسي؟ ده انا عماله اقول يا جماعه عايزه حد يكولابريت معايا ويتبناني ويخسسني، ومفيش اي حد جاي يكولابريت معايا. ايه اكتر حاجه بتكرهيها في وشك؟ سناني محتاجه اصلا عمليات تجميل كتير قوي، اصلا I did surgeries اصلا اوريدي في سناني كتير عشان كنت عامله حادثه.
طيب بتتضايقي من ان عندك عين لون وعين لون؟ لا خالص، كنت بتضايق زمان، كنت بزعل زمان انا مش معناه انا مش زي الناس كلها وعينتيني مش شبه بعض، بس دلوقتي خلاص ما بقتش بتضايق خالص، ولا الموضوع اصلا بيجي في دماغي، وبالعكس انا اهو طالعه كده بعين لون وعين لون، مش متضايقه خالص. بتهتمي بنفسك ازاي؟ اه بقى الكلام ده محتاجين حلقه نسميها ازاي تهتمي بنفسك ازاي، دي حلقه لوحدها. بس انا بحب الطبيعيه يعني، بحب الحاجه البسيطه، بحب البساطه عاده يعني. انتي شخص اجتماعي؟ تعرفوا بقى اقول لكم على سر خطير، انا مش اجتماعيه قوي يعني، it depends يعني، انا مع ناس صحابي ابقى اجتماعيه جدا، لو حد ما اعرفوش ببقى ساكته يعني، انا بتكسف جدا مع ان ما يبانش بس بتكسف. لو في 3 صفات نفسك ان انت تشتغلي على نفسك فيهم تبقى ايه؟ عايزه اكون نشيطه، اوف لو كنت نشيطه بقى يا خراشي، او اكون يعني اللي هو باخد حقي انا يعني، ورخمه في ان انا اخد حقي، ما بكسفش، لان انا بتكسف احيانا، بتكسف احرج حد فممكن حقي يضيع عليا عشان انا مكسوفه اطلب حقي، فاحيانا بس انا مش برضو مش طيبه قوي كده، بس دي حاجه برضو. ايه تاني يا رشا؟ لا وبعدين باخد كل حاجه على كرامتي وعزه نفسي وكبريائي قوي قوي، دي برضو من الحاجات اللي ممكن تضايقني، حد يجي على كبريائي وعزة نفسي وكرامتي لا اموت، انا عذراء قوي. طيب ايه اكتر ابراج بتتفق معاكي؟ انا قلت انا بتفق مع عقرب جدا، بتفق مع ثور، بتفق مع حوت برضو بتفق معاه، كانسر لا، بالكانسرز بحس ان هم دراماتيك، وحوت برضو دراماتيك شوية. بتفق مع حمل، مع ان الحمل المفروض ثيوريتيكلي ما اتفقش مع حمل، بس انا بتفق مع الحمل قوي. جوزاء نبقى اصحاب بس مش اكتر من كده. اكتر برج مش بتحبيه؟ السؤال الرخم ده يا جماعه، ينفع ما جاوبش؟ طيب اكتر برج انا هقول ان انا مش بعرف اتعامل معاه يعني، بالنسبه لي برج صعب، برج الاسد. انا برج الاسد مع اني عندي ناس قريبين مني اسد، بس انا ما بحبش الاسد، هم بيتكلموا عن نفسهم كتير، فانا ما بحبش الناس اللي عندهم حته الكبر دي، بس بتعامل معاهم كويس اه، بس يعني ده اكتر برج بتضايق منه. برضو من الابراج اللي مش يعني ما اعرفش، ميزان برضو بيبقى صعب بالنسبه لي جدا عشان متقلب قوي مودي، فبالنسبه لي صعبين برضو، الميزان مش سهل بالنسبه لي. لا دلو كويس قوي، في حد كتب لي دلو. طيب بشكركم، اتمنى طبعا في اسئله تانية كتير جدا بس خلاص نو تايم، فيعني this is enough وشكرا، وكل مره انا العب اللعبه دي، واتمنى ان انا اجاباتكم تكون اجاباتي تكون خفيفه عليكم، واوعدكم عشان السؤال بتاع انت بتهتمي ببشرتك ازاي وبتهتمي بجمالك ازاي، اشكركم ان انتوا شايفيني جميله، دي حاجه حلوه قوي، بس ده نعمله فيديو لوحده عشان طبعا يعني هياخد وقت كتير بقول لكم بحط ايه وبعمل ايه والروتينز بتاعتي وكده. ثانك يو، اتمنى ان انتوا تكونوا عرفتوني اكتر. في اسئله ما عرفتش اجاوب عليها حسيتها too personal، بس شكرا. قولوا لي بقى لو حد عنده تانية اسئله تحت اكتبوها لي، وعشان اجمعهم ونعمل حلقه تانية اسئله personal، اي اسئله personal اكتبوها لي، وانا اوعدكم هجمعها كلها كلها وارد عليكم عشان محدش يزعل. thank you bye.